guaranteed I can back it up. I think I'ma call you bluff. Hurry up, I'm waiting out front. ايه يا مامي في ايه؟ مش عارفة، مش فاهمة حاجة. طب اهدي كده واقلب الراحة. شركة سليم بعتن لي ايميل بيقولوا لي انهم اعتذروا على الشغل اللي دوني عليه ابروفل. مش يمكن في حاجة غلط؟ مش مشكلة، هيجيلك شغل أحسن منه بكتير. شغلي إيه تاني بس؟ ده أنا ما صدقت هيبقى معانا شوية فلوس. ليه كده يا ربي بس؟ ليه؟ أنا لاقي خطة. مفيش دليفري، مفيش كافيهات، مفيش خروجات، مفيش أكل من بره، وأمر لله هستحمل أكلك. أنت بتهزري؟ لا لا والله يا مامي، حتى أنا هبدأ بنفسي، الخروج اللي هخرج مع أصحابي هفكسها. وتعمل لنا أنت كشري، بس أوعي تحرقي زي كل مرة. تصدقي إنك ما عندكيش دم، بس أصحابي كلهم بيحبوا أكل وخروجاتي. طيبة أنت أوي يا مامي. انتي هتعلميني يا مفعوسه انت بقى ارقص. I love you.